لازم نرجع للتوصيف. منظمات المجتمع المدني دورها هو رصد وضع حقوق الانسان وتقديمه للمجتمع الدولي دون اي تسييس او دون اي وجهه نظر سياسيه. وده اللي احنا بنعاني منه. انه النهارده الملف السايس عشان في بعض الدول بتدعم هذا التسييس لانه لها خلافات مع الدوله المصريه. الحقيقه انه على المستوى الرسمي في الدوره 40 اللهجه تغيرت من الدول الاعضاء. يعني كان قبل كان في نوع من انواع الهجوم على مصر بشكل دائم كبير فيما يخص ملف حقوق الانسان. بس تعال نشوف النهارده المداخلات من الدول الاعضاء على هامش دوره 40. النهارده في اشاده كبيره جدا بدور مصر في عده ملفات. وبالمناسبه ده لا يذكر في التقارير التي تصدر عن هيومن رايتس ووتش وامنيستي. ان النهارده مثلا مصر تستضيف لاجئين لاكثر من 60 دوله. احنا مسمينهم يعني بتعبير الرئيس ضيوف مصر. ضيوف مصر حقيقة. يعني ما بتعملهمش كلاجئين بالظبط خالص، ولكن هم توصيفهم القانوني بالظبط القانوني هم لاجئين لاكثر من 60 دوله. فليبو جراندي كان في زياره اللي هو المفوض السامي لشؤون اللاجئين تبع هيئه شؤون اللاجئين تبع المفوضيه السامي لشؤون اللاجئين تبع الامم المتحده اشاد بدور مصر. النهارده الاتحاد الاوروبي لما بيتكلم على محاربه الارهاب والهجره غير الشرعيه هي في الاخر هي رايحه لهم. فالنهارده بقى في وعي من المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي بشكل كبير جدا اهميه دور مصر. فتغيرت اللهجه، بس اختلفت الامور انه بدل ما كان في هجوم طول الوقت بقى في هجوم وتوصيات، وده شيء طبيعي لانه التجاوزات او هنقول السلبيات في ملف حقوق الانسان موجوده في كل دول العالم. تمام، انت عايز تسيس انا اقدر اسيس الملف في اي حته. لان رحنا النهارده مثلا رحنا فرنسا واتكلمنا في باريس مع السترات الصفراء، انا اقدر ان انا اطلع سلبيات واقدم توصيات او اخليها مسيسه 100%. مسيسه بالظبط، الموضوع سهل خالص. وهو ده اللعب اللي بيتلعب في الملف. انت وجهه نظرك ايه، توجهك ايه، بتشتغل مع مين، فبتسيس الملف ولا لا. فبنرجع لفكره انه فكل التقارير اللي بترفع او بتقدم ضد مصر هي تقارير مسيسه.